ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بس شوريا ما عصب. أنا ما بعرف هو شو رح يعمل مع مهك أو شو خطتهم الجديدة. نحنا لازم نتوقع دائما إنه رح يعملوا شي ضدنا، لأني متأكدة إنه هو ما رح يسكت. بصراحة أنا هيك حاسة. ليك بحكي معك بعدين، باي. أمي هذا سوراج كنت عم قله أنه أخي مو فارق معه يلي صار. بصراحة أنا بلشت خاف من شوريا. أمي شوفي هو السيد كورانا وصل وجايب معه كل الوراق من شان الإجراءات. ما رح تنزلي معي؟ إيه أكيد رح أنزل معك أمي، تفضلي. وانت مهيك لازم توقعي هالوراق. امي انت منيحة اكيد. انت ما بتوثقي فيني؟ لكن وقعي. شوريا بدي منك تكتب الرمز ورقم الهوية هون. شو هاد أخي؟ كيف رح خليك تاخد هدول؟ أنت طالع من هالبيت لازم تروح وما معك شي. ماما بترجاكي كرمالي لا تاخدي بطاقات الائتمان من شوريا، هنن رايحين ورح يحتاجوا بطاقات الائتمان، بدهم مصاري ليدبروا حالهم. بترجاكي لا تاخدي البطاقات. شو رح استفاد إذا أخدوا البطاقات معهم؟ لا 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 أمي، أنا متأكدة إنه رح يدفعوا فواتير فيها. أنا رح أعطيهم لأمي. تفضلي هذا عقد الملكية. ما هيك نقلت لك إياها إلك. أعطيني بطاقات الائتمان قبل ما تروح. Thank you.
خالتي ليش صايرة قاسية كتير مع شوريا؟ أنا ما بيهمني غير شوريا، أنا إجيت على هذا البيت كرماله. أكيد البيت ما أنا مهم بدونه، ما في شي هون بيخصني. بس إذا شوريا راح كيف رح يقدر يعيش بدون عيلته؟ ما رح يكون سهل عليه إنه يتركه، هو كبر بهذا البيت. بس هلأ إذا أخذ هذا القرار أنا لازم أوقف جنبه وأدعمه. ماما أنا ما رح أخذ أي شيء. وهدول كمان لإلك، انتي اللي عطيتينا اياهم. بس رح اخذ معي كل الذكريات اللي إلي معك. شكرا امي، رح ضل حبك. خالتي انتو على شو عم تطلعوا؟ اذا رح تتركوا هذا البيت هلأ ليش لحتى انا اضل فيه؟ انا اجيت لهون مشانك، يعني اذا انتو بدكن تروحوا وتتركونا اللي انا شو بدي اعمل بدونكن هون؟ خالتي انا بترجاكي اسمعيني، إذا كان في إلي غلاوة بقلبك بترجاكي تضلي هون بالبيت، لأنه أكيد ماما رح تكون بحاجتك هلأ يا خالتي. بترجاكي ضلي، ماما بتحبك، لو سمحتي ضلي. حاولي تكوني الصلة بيناتنا دائما خالتي، وإلا أنا رح ضل قلقان عليها. أخي خذ هدول. فيك تأخذهم معك، أنت رح تحتاجهم. أنا بعرف أنه هنن قلال، بس هذا اللي معي، بترجاك تأخذهم. حبك لإلنا بكفي، أنا ما رح أحتاجهم، خليهم معك. انتي مو بس قدمتي لنا مصاريكي، انتي قدمتي لنا حبك الكبير. انتبهي على ماما، وعديني بهذا الشيء. انا رح ضل خايف عليها. اي اخي انا بوعدك انجلي، خالتي رح تكون بحاجتك كتير. انتي هلأ لازم تضلي قريبة منها، لانه ممكن تحتاج لأي شيء. وإذا هي تضايقت وطلبت منك تشوفنا بترجاكي إنه تتصلي فينا. شارية فكر بقرارك شوي، بلكي بتقدر تغيره. لا خالتي، ما في شي رح يتغير أبدا. استنوا شوي، أنا رح أزعل منكن إذا ما أخذتوا هدول الأساور مني. أمي اللي عطتني إياهن مشان وقت أحتاجهم. أنتوا بحاجة هاي الأساور ولازم تاخدوهن معكن. لا يا خالتي، تركي هدول الأساور معك أنتي، إذا أنتي بتضلي لابستيهم رح تحسي إنه أمك لساتها معك.
ونحن كمان رح نضل نحس إنك معنا. إذا بتحبيني وإلي مكاني عندك لازم تاخديهم مني. أنا مثل أمك وأنتي ما لازم تعارضيني أبدا. نمشي. بس لحظة. هذا شو تذكر فجأة؟ انتي طلبتي مني ما اخذ اي شيء من هون، بس انا رح اخذ هي لانه صورتنا هي اغلى شيء. يمكن انتي ما بتحبيني بس بتضلي امي ورح تضلي معي دائما. أنا بتمنى عيلتي وولادي يعيشوا مع بعضهم هون. لا تقلقي خالتي، نحن ما رح نروح من هون لأي مكان، حتى إذا عصبتي وقلتي لنا روحوا رح نضل هون وأكيد ما رح نتركك أبداً. ترجاك ما تروح استاذ. Oh.
لا، أنا ما رح أبكي، لازم أتحكم بدموعي أكثر، لأنه شوريا بحاجتي هلا. شوريا حبيبي لا تقلق، رح نروح على تشاندي تشوك ورح نبقى هنيك، هداك بيتنا كمان، بس نرتاح شوي منفكر وقتها شو بدنا نعمل. بعدين أنت بتعرف إنه طالما نحن مع بعض فكل شي رح يكون منيح، حتى لو مشكلتنا كانت صعبة نحن رح نضل نحب بعضنا، وأكيد هذا الحب هو اللي رح يخلي كل شي منيح. أمي بترجاكي ما تقلقي، متأكدة إنه رح نتحسن وكل شي رح يكون منيح. أنا كنت عم أمزح معك وأضحك عليكي، طالما أنا هون ما في شي بهذا البيت رح يكون منيح، وبوعدك رح خليكي تعاني كتير، أنتي رح تتمني نظرة صغيرة من عيلتك وما حدا رح يساعدك، وبعدها رح تموتي. متأكدة إنه هاد هو المفتاح؟ إيه أنا متأكدة. استنوا، شو بدكن؟ مين أنتو؟ مين بتكون؟ هذا بيتي وأنا بملكه، وهذا بيكون زوجي. انتظروني هون، رح أرجع فوراً، ما رح طول. هدول هني. أوه، ما هيك؟ أنتي؟ أهلين؟ أنا ما كنت بعرف إنك جاي لهون، بس بصراحة أنا أجرت هذا البيت والمستأجرين بيوصلوا بكرة، بس أنا رح أطلب منهم ما يجوا لهون، بس المصاري اللي دفعوا لي إياها سلفاً أنا بصراحة حطيتهم بحساب عمك اللي هو قال لي عليه. لا لا خلص مو مشكلة، ما منعرف إنك لقيت مستأجرين ليسكنوا هذا البيت، لا تخبر عمي بأي شيء. شكراً. ماشي، امشي شوريا. شوفي حبال هالزينة، لو سمحت بدي تنقل. بيتك رمعيني يومين، عم بدك اكثر من وحدة؟ يعني مثل ما قلت لك. شو عم تحكي؟ تمام، ممتاز. شوريا بسرعة. شباك ليش ما فتت لعندي من الباب؟ لأنه إذا دخلت من الباب ما رح أتحمس. يلا أمشي قبل ما حدا يشوفك. يلا شوفي ليش مبسوط هالقد؟ الملكية انتقلت لهديك المرة مو لإلي. يا حبيبتي هي رح تنتقل إلك عن قريب، بس هلأ عندي أخبار رح تخليكي مبسوطة كتير. شوريا ومهك لساتهم بالشارع لهلأ. حبيبي أنا بكون مبسوطة أكتر لما بشوفك، بس الأخبار الجديدة بدها احتفال كبير. استناني راجعت لك. بتشوف حياة شوريا كيف رح أخربها.
أنا رح دمره بس بالتدريج، هو ما رح يحلم حتى يضحك مرة تانية. واضح عليكي إنك بمزاج عالي كتير. نسمع أغاني سوا؟ مين عم بيسمع أغاني بصوت عالي هيك؟ الأغاني من عند أنجلي. هاي شو عم تعمل؟ يلا رح جيب لكم واحدة تانية. مساك حبيبي، خد هي. امشي. شو رأيك نروح؟ لوين نروح؟ ما منعرف لوين بتاخدنا الحياة، بس هلأ نحنا فينا ناكل. يلا قومي. بس شوري أنا ماني جوعانة. مو مشكلة بتاكلي معي، تعالي. بس شوري. شو عم تعملي؟ طالع الصوت عالي كتير. خالتي أنا عم شوف تلفزيون. بترجاكي لا تتدخلي بأموري، ماشي؟ أعطيني غير هي لو تكرم عينك. يلا تعالي نروح، تأخرنا. مدام، استاذ، ما اكلت شي من الصبح، انا جوعان. هذا كل شي معنا، ما بقيان كتير. ايه ايه كتير منيح، لاني كتير جوعان وراح يكفوني. شكرا، انا بتمنى لكم السعادة بحياتكم. انا اسف. حبيبي لا تعتذر ولا تهتم، انا شبعت هلأ. نمشي؟ يلا. خالتي بترجاكي تتركيني على راحتي وما تتدخلي فيني. انت فعلا عملتي كل شي بدك اياه، رح شوف شو رح تعملي هلا. تعالي معي، اختي بدها اياكي. انت روحي هلا وبلحقك. لك روحي. لازم احكي مع مهك فورا، هاي البنت مانا منيحة. كيف اجوا هدول الجرابات على الغرفة؟ في شي غلط عم بيصير. يلا يا
شو صار لك؟ أنا بعرف هلأ بشو عم تفكر وبعرف بشو حاسس. شوريا ليك هي الأساور هدية من خالتي، بس نحن فينا نرهنها. لا تقلق. لا مهيك، هدول أساور خالتي، كيف بدنا نرهنهم؟ اهدى شوي، نحن ما رح نبيعهم، نحن بس رح نسحب مصاري عليهم ورح نرجع نرجعهم لما نشتغل مرة تانية. خالتي هدتك ياهن، ما بيصير تعملي هذا الشيء أبدا. المرة ما بتستخدم المجوهرات للزينة وبس، كمان لحتى تحمي حالها. نحن بنحتفظ بالمجوهرات لنقدر نستخدمهم وقت الحاجة، واسمهم ثروة المرأة. تعرف ليش خالتي عطتني إياهن؟ مو لحتى ألبسهم، لحتى أستخدمهم وقت الحاجة، ونحن هلأ صرنا بحاجتهم. شو الغلط؟ بعمري ما تخيلت هالشي، ارهن مجوهرات حبيبتي بهي الطريقة وبهيك وقت. كيف وصلنا لهون مهيك؟ اسمعني، هذا كله عادي، هيك الدنيا بدها وهيك الظروف هلأ، لحتى نتعلم إنه ما في شي صعب بيمرق إلا وإله حل. نحن لازم ندعم بعض، ونحن لازم نكون مع بعض ومبسوطين بكل شي عم يصير. ماشي؟ شو في هي يا بنتي؟ ما حدا بالسوق. ايه كتير حلوة. ما هيك منيح اني تذكرت المحل. انا قلت لك انه كل شيء له حل طالما نحن مع بعضنا. امشي امشي. كأنه صوت حادث صار من شوي. ايه يمكن. امشي. لك انتو على شو عم تطلعوا؟ ساعدوه عم ينزف. ليش عم تصور كمان؟ طفي التليفون. شو صار له؟ هو وقع لأنه كان عم يصلح الكهرباء. عم ينزف كتير، لازم نعمل شي بسرعة. نحن لازم ننقله على المستشفى بسرعة. يلا قوم شوريا، يلا ساعدوه بسرعة. وقف وقف أخي، استنى. طيب يلا جيم. على مهل. شكلها كيف صار له هذا الزلمه؟ كيف صار معه هيك؟ اخي لو سمحت بدنا نمشي بسرعه. ايه يلا اخي، خدنا على اقرب مستشفى لو سمحت. امي ماشي، أنا اللي رح أقدم لك العشاء اليوم. شو اللي عم يدور براسها؟ هي معقول تكون مشتاقة لمي هيك؟ ورح زيد كمان 5000 على الفاتورة. خالتي؟ أنتي ليش مشغولة كل هالقد بالحسابات اليوم؟ أعطيني من اليوم الحسابات كلها أنا اللي رح ديرها. خالتي انتي لازم تقضي وقت مع أنجلي، وانا رح اتعامل مع الحسابات، رح جهز الشاي فورا. ما هيك ما اهتمت بأنجلي ابدا، بس هي عرفت كيف عم تتظاهر انها بتحب أنجلي ولعبت الدور منيح. ماما ماما أمي شو هاد؟ قليلي، هاي مسؤولية البيت، أنت رح تنتبهي عليها. لا أمي أنا ما فيني أقبل، أنت وخالتي كبار هالعيلة وما فيني أتحمل المسؤولية طالما أنتم موجودين. ما رح أحس حالي مرتاحة. بنتي إذا مو هلأ شي يوم هذا البيت والمطعم رح تديريهم انتي، ولازم تهتمي بكل الأمور من اليوم ورايح. أمي أنا خاف من تحمل المسؤولية، أنا ما فيني أقبل هالشي. هذا الحق لمهك وشوريا مو لإلي. بهذا البيت أنا اللي بقرر.
وبصراحة أنا رأيي هذا حقك أنت بنتي. رح تحسي بشعور غريب أول شيء، رح يكون في صعوبات، بس إذا أنت انتبهتي وتعلمتي الشغل منيح وأتقنتيه كمان رح تبلشي تحبي. ماشي ماما، مثل ما بدك. ماما رح أعمل هالشي بس مشان سعادتك أنت. نبضه بطيء، نزف دم كتير، نحن لازم نقطب الجرح، لازمه دم فوراً وإلا هيك رح يكون في مضاعفات. اسمعي، شوفي جزدانه وطالعي رقم شي حدا من عيلته، وكمان بدي اياكي تفحصي زمرة دمه. حاضر دكتور. نحن رح نعالجه ونقوم بواجبنا. بتشكرك. استاذ، بنك الدم رح يعطي الدم بس بعد ما يتم الدفع. عائلته لازم تكون على الطريق، بس نحن ما فينا ننطر، لازم يحصل على الدم. ايه ميك، نحن معنا 10,000 اخذناهم بعد ما رهننا الاساور، فينا نصرف هالمصاري؟ اذا ما اعطينا اياهم اثنيناتنا ما رح نقدر ننام بسلام وراحة. نحن بوضع سيء شوري، بس لسه هو وضعه أسوأ. مين بيعرف شو بيصير إذا ما أخذ الدم؟ نحن ما بنعرف أيمتى رح يوصل وعيلته، والموضوع بيخص حياته، وبعتقد هذا الشيء الصح، لهيك نحن لازم نساعده هلأ. هذا الصح. هلأ بكتب لك ياهن على ورقة وروح اعمليهن بسرعة. دكتور أنا عندي طلب. ايه تفضل. رجاء عالجه بأفضل عناية. هدول المصاري كل شي موجود معي، بتمنى يكونوا كافيين لعلاجه، وشكرا كتير لك. رح نعمل جهدنا. شكرا كتير. أنا فخورة فيك كتير حبيبي. وأنا بحبك كتير. مو معقول. ما هيك خلص، خلينا نروح على شي مكان هلا، السيد كورانا ممكن يساعدنا، وحتى الخالي شيتال. ليش لحتى نزعجهم هلا؟ هي مشكلتنا نحن، اثنيناتنا رح نخوض هذا الشي مع بعض. تعال خلينا ننام شوي، يلا نام شوي شوريا. صرصور! انت وقفت بوش ناس خطيرين وهلأ بتخاف من صرصور؟ معقول يا حبيبي انت خفت من هالحشرة الصغيرة هي؟ شو حلوة ابتسامتك، انت كتير حلوة. انت ليش نايمة بالحديقة؟ شو صاير معك؟ يلا يلا شباب خلونا نروح. ارتاحوا هلأ رح نرجع ورح نتسلى كتير. أنا قلت لك لازم نروح على شي بيت، شوفي الورطة اللي ورطينا فيها هلأ حضرتك. طيب طيب خلص اهدى، أنا آسفة فكرتي كانت غلط، رح نفكر بشي ومنروح من هون. ماشي. <تصفيق
ألو؟ هون قسم الشرطة؟ أنا بحديقة نيلججان، في شب وصبية عم يعملوا تصرفات غير لائقة بالحديقة، أنتوا لازم توقفوهم فوراً. شو عم تعملوا؟ هربتوا من بيتكم؟ هي لا تغلط. بس لحظة سيدي، شو المشكلة بوجودنا هون؟ ما تعملي حالك بريئة، قولي لي لشوف كيف تتصرفوا هيك وبمكان عام؟ انتم مو طبيعيين؟ هربتوا من بيتكم حتى تجوا لهون مو هيك؟ ليك انتبه على كلامك. ها هاي العصا بتعلمك كيف لازم تكون مهذب. هلأ بتشوف الحديقة تسكرت، شو عم تعملوا انتو هون؟ اسمع اسمعني، نحن ما عنا مكان تاني لنروح عليه، بس هيك القصة. انتي هربتي معه ما؟ من وين انتو؟ استنى شوي، استنى دقيقة شوي. لا مو هيك القصة ابدا، نحن ما هيك، خليني احكي، لازم قلهم مين انا. رؤي، انا رح طالع له هويتي. انا تركت هويتي بالبيت. شو صار؟ ما خبرتنا مين انت بتكون؟ ولا بس بدك تخوفني؟ اعطيني اعطيني تليفونك، بدي احكي مع المفوض. هات تليفونك. شوريا، نحن منشوف كتار مثلك ودائما بيدعوا انهم بيعرفوا المفوض وبعدين كلهم بيروحوا مسلولين. اسمعني انت عم تكبر الموضوع كتير. نحن عن جد آسفين ومنعترف بغلطنا ولازم تقبض علينا. مهيك انت شو عم تقولي؟ استنى لحظة، ما رح أقبض عليكم، هاي شغلة بسيطة، روحوا من هون لا عاد تجوا مرة تانية، فهمتي علي؟ بس ما بيصير هيك، نحن قلنا لك منعترف بغلطنا، يعني كيف تتركنا نروح؟ ما بيصير هيك، انت قبض علينا ونحن جاهزين انه ننحبس، يلا قبض علينا. لك شو عم تساوي انت؟ شو صار لك؟ شوريا خلص سكوت، اسمعني، يا اما بتقبض علينا يا اما نحن رح نضل قاعدين هون. شو هالمسرحية هي؟ شو عم تعملي انتي؟ استنى شوي، القصة قصة مبدأ وقانون. سكتي بقى، انتو ما بتفهموا؟ تعوا على المخفر وهنيك نحنا منعرف نشوف شغلنا. يلا خدوهن، يلا امشي، يلا. حبيبتي في اخبار عاجلة جديدة، اجوا الشرطة هلأ واخدوهم معهن على المخفر. كتير حلو حبيبي، انبسطت كتير بهالخبر الظريف، كتير حلو هذا الحكي. كتير ممتاز يا أخي شوريا، هويتك معي وانت هلأ صرت شاب مسكين وبالسجن، خسر نفوذه. سيدي هنن كتير مصرين، وجهت لهم تحذير وقلت لهم يروحوا، بس المدام طلبت انه نقبض عليهم. رح يتعلموا درس لما يناموا بين الحشرات، انتبه عليهم منيح. انا بدي اتشكركم كتير لانه تركتونا بنفس الزنزانة. انتي شو الخطة تبعك مهيك؟ شو بدك تساوي؟ مهيك نحن مو بالعطلة، نحن هلأ موجودين بالسجن. ايه؟ طيب شوف، الشي حلو انه الشرطة هلأ مسؤولة عن أمننا، وهي بتكون غرفتنا، فينا ننام هون بأرياحية. ما فكر فيها، جرب هذا الشي. استنى هلأ، هي بتكون غرفتنا وهات كمان باب غرفتنا ولسه في هون خزانة الغرفة، وفي قدام الخزانة صوفايتنا، وكمان لحظة في هي، هي بتكون طاولتنا الجانبية، وهدول شبابيك غرفتنا. مو حلو المنظر كتير؟ الهوى منعش. بدك تشوف التلفزيون؟ استنى شوي، طلع على هالبرنامج. حلو ما هيك؟ ليك
هات ايدك لقلك. وهلأ أنا رح بلش أعمل لك الأكل، شو رأيك؟ موافق؟ يلا تمام. كل. وهلأ جبنا الغطا؟ وهلأ صار موعد النوم. شكلهم مبسوطين بقعدتهم بالحبس. صباح الخير. مين هدول؟ سيدي نحن مسكناهم بالحديقة، عطيناهم انذار وطلبنا منهم يروحوا، وقلت لهم لا ترجعوا تجوا لهون، بس هي المدام أصرت انه نعتقلهم. اللي عملوه غلط. شوريا كنا؟ يا فاشل انت اعتقلت شوريا كنا؟ بس مين بيكون؟ ما بعرفه ابدا. خلص اسكت. طالعون يلا. حاضر سيدي. استاذ أنا آسف على الإزعاج اللي سببوه عناصري. ولا يهمك، مو مشكلة. بالحقيقة أنا ما كانت معي هويتي، وهنن كانوا عم يأدوا واجبهم، لهيك كله تمام، مو مشكلة. سيدي كان تعاملهم كتير منيح. أنا بعتذر. ليك لو سمحت، أنت كنت عم تأدي واجبك، حافظ على هذا الشيء. بالإذن. استاذ خبرنا اذا محتاج مساعدتنا، ممكن نحن نوصلك لاي مكان. لا لا شكرا، مندبر امورنا. بتشكرك. مع السلامه. بالاذن. ما هيك نحن رح نكون بخير، متاكد رح ننجح ورح نلاقي مخرج. لا تقلقي انا موجود معك. امشي. كيف طلعوا من السجن؟ بس مو مشكلة، وين رح يروحوا؟ أنا متأكدة ما حدا رح يساعدهم، هدول التنين رح يشتهوا المي، هو وأمه كمان.